بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله بشؤونه القدرية وتدبير العالم وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. وعرفا حال من المرسلات، أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث. فالعاصفات عصفا، وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى، وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف، أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها. والناشرات نشرا، يحتمل أن المراد بها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض فيحييها بعد موتها. فالملقيات ذكرا، هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل. عذرا أو نذرا، أي إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع معذرتهم فلا يكون لهم حجة على الله. إنما توعدون لواقع، إنما توعدون من البعث والجزاء على الأعمال لواقع، أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. فإذا وقع، حصل من التغيير والأهوال الشديدة للعالم ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم، أي تتناثر وتزول عن أماكنها، وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها. ولهذا قال: لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. لأي يوم أجلت، استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، ثم أجاب بقوله: ليوم الفصل، أي بين الخلائق بعضهم لبعض وحساب كل منهم منفردا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال: ويل يومئذ للمكذبين، أي يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه، فلذلك استحقوا العقوبة البليغة. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، أي أما أهلكنا المكذبين السابقين ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين. وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عقابه، فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون. ويل يومئذ للمكذبين، بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا، أي أما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين، أي في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والترائب حتى جعله الله في قرار مكين، وهو الرحم به يستقر وينمو. إلى قدر معلوم فقدرنا، إلى قدر معلوم ووقت مقدر، فقدرنا أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ثم نفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. فقدرنا فنعم القادرون، يعني بذلك نفسه المقدسة، لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي أما مننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها كفاتا لكم أحياء في الدور وأمواتا في القبور. فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته، فكذلك القبور رحمة في حقهم وستر لهم
عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ترسي الأرض لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي الطوال العراض. وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويل يومئذ للمكذبين. مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد بها واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا من الويل الذي أعد للمجرمين المكذبين أن يقال لهم يوم القيامة: ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ثم فسر ذلك بقوله: ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب، أي قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ذلك الظل، أي لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من مكث فيه من اللهب، بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة. وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة. نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق. فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي فكيدون، أي ليس لكم قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. لما ذكر عقوبة المكذبين ذكر ثواب المحسنين فقال: إن المتقين أي للتكذيب المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات، في ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهية البهية وعيون جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما. وفواكه مما يشتهون، أي من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئا، أي من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل. بما كنتم تعملون، فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم،
وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله. ولهذا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حرمانا وخسرانا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون، فستنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب يزيد على هذا. ويل يومئذ للمكذبين. ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث بعده يؤمنون. أبي الباطل الذي هو كسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل، أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياج الظلمات، ولا بعد التصديق الذي قامت عليه الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه. فتبا لهم ما أعماهم، وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم.